السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم خرج الفلاش ديال 6/72 اللي كان كلشي كيتسناه، قريب إن شاء الله يخرج ديال 7/02. درنا تيست اليوم، داكشي خدام مزيان، خلاص ها ديبوكسيتيف تاعنا، ها الفيرسيون ديال بلاي هو 6/72. وغيخرجوا مجموعة ديال لي جو غتبقاو عندنا في لاباج ديال بوتيك بوشتان كناس، تقريبا في هاد السيمانة كاع يقدرو يكونو كاملين ديسبونيبل، بحال ريتيد فيفا جوج جداد تقريبا كاملين غيخدمو. خلاص تحط ريد ديد ريديمشن الاخر، ولكن ما يمكنناش نصطاريو دابا على حسب الوقت. خلاص يمكن تنصطاريو كاع لي باكاج اللي كيتحطو دابا ديال لي ستور ديال لي ميراكور ديال كلشي. خلاص لي جوغ قدام اللي كانوا في التامين في 4/05 و 5/05، ومزيد من المعلومات زودنا البوتيك المحل. ومرحبا بالجميع.